السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سعيد بالتواصل معكم مجددا، وأشكر جميع الزملاء والأصدقاء وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. نواصل مواضعنا فيما يتعلق بالنظام القانوني للتاجر، وسنعرض في حصتنا هذه موضوع تحت عنوان أداء الاشتراكات، وهو داخل من ضمن التزامات التاجر الاجتماعية. إذن موضوع تحت عنوان أداء الاشتراكات في النظام القانوني للتاجر، ويقدر واجب الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاها الأجير، بما في ذلك التعويضات والمانح والمكافآت وجميع المنافع النقدية الأخرى والمنافع العينية، وكذا المبالغ المقبوضة بصفة مباشرة أو بواسطة الغير برسم الحلوان. ويوزع واجب الاشتراك على أساس ثلثين يتحملها المشغلون، وثلث يتحمله المأجورون، باستثناء واجب الاشتراك المتعلق بالتعويضات العائلية والذي يتحمله المشغل وحده. ويعتبر المشغل مدينا إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجموع واجب الاشتراك، ويكون مسؤولا عن أدائه، ويبقى متحملا وحده بواجب الاشتراك، وتعتبر ملغاة بحكم القانون كل اتفاقية منافية لذلك. ويقتطع واجب الاشتراك ويتقطع واجب اشتراك الأجير من أجرته عند كل أداء، ولا يجوز له التعرض على اقتطاع واجب اشتراكه، ويعتبر أداء الأجرة دون اقتطاع واجب الاشتراك بمثابة إبراء من واجب هذا الاشتراك من طرف المشغل لفائدة الأجير، كما يتعين على الأجير أن يدفع إلى المشغل واجب اشتراكه عن المبالغ التي يقبضها مباشرة أو بواسطة الغير برسم الحلوان. وإذا كان أحد الأجراء يعمل عند مشغل واحد أو عدة مشغلين، وجب على كل واحد من المشغلين أداء واجبات الاشتراك المطابقة للأجرة التي يدفعها للأجير. ويؤدي المشغل واجبات الاشتراك تحت طائلة زيادة قدرها 3% عن كل شهر أو جزء شهر من التأجير أو من التأخير عفوا، داخل أجل 10 أيام ابتداء من التاريخ المشار إليه في قوائم أداء الاشتراكات التي يرسل له الصندوق شهريا أو كل 3 أشهر. ويتم الأداء بواسطة القائمة المذكورة وفق الشروط الواردة فيها، غير أنه بإمكان المشغل المنخرط في نظام التصريح بالأجور عبر الإنترنت أداء الاشتراك عن بعد عبر الإنترنت. إذا قلنا أنه يقدر واجب الاشتراك الواجب أداؤه للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على أساس مجموع الأجور التي يتقاضاها الأجير، بما في ذلك التعويضات والمنح والمكافآت وجميع المنافع النقدية الأخرى والمنافع العينية، وكذا المبالغ المقبوضة بصفة مباشرة أو بواسطة الغير برسم الحلوان. ويوزع واجب الاشتراك على أساس ثلثين يتحملهما المشغلون، وثلث يتحمله المأجورون، باستثناء واجب الاشتراك المتعلق بالتعويضات العائلية والذي يتحمله المشغل وحده. ويعتبر المشغل مدينا إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بمجموع واجب الاشتراك، ويكون بطبيعة الحال مسؤولا عن أدائه، ويبقى متحملا وحده بواجب الاشتراك، وتعتبر ملغاة بحكم القانون كل اتفاقية منافية لذلك.
إذا بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام العرض بعدما رأينا ما هي التزامات التاجر الاجتماعي من حيث أداء الاشتراك في النظام القانوني التجاري. وبذلك أشكر جميع الزملاء والمتتبعين وأيضا المشتركين الحاليين والمشتركين المحتملين الجدد. بالله التوفيق وللمتابعة وإعادة العرض يمكنكم الرجوع إلى قناة يوتيوب جعفر التغزلي. دمتم في رعاية الله وحفظه.